هل ترغب بالشعور كملك؟ حسناً، هناك عرش يجلس عليه معظمنا بشكل يومي. أجل، أنا أتحدث عن المرحاض. فيما يلي قائمة بحقائق مذهلة حول أكثر مكان ذو قيمة في المنزل. يقدر أن الشخص يقضي ما بين شهرين إلى 3 سنوات من حياته على المرحاض. صمم مرحاض ذكي في الصين يمكنه رصد حالتك الصحية. يقوم المرحاض بمسح العينات القادمة ويرسل تقريراً إلى هاتفك الذكي في حال رصد أي مشاكل في صحتك. بني أحد أنظمة الصرف الصحي الأولى في حوالي 3000 قبل الميلاد في الهند، حيث ابتكر الناس نظاماً معقداً من قنوات تحت الأرض مرت عبرها جميع الفضلات لتنتهي في النهر. كما تضم الهند متحف السولابة للمراحيض في نيودلهي. أخبرهم باسم هناك وستحصل على مقعد جيد. أول مرحاض شفط على الإطلاق كان على الأرجح من اختراع السير جون هارينغتون في نهاية القرن 16 في إنجلترا. كان جون شاعراً ومراسلاً عند الملكة إليزابيث الأولى. يعد مرحاض هانغ فانغ الذهبي أغلى مرحاض في العالم. يبلغ سعره 5 ملايين دولار، وهو مصنوع من ذهب خالص عيار 24 قيراط. هذا المرحاض يعمل بشكل طبيعي، لكن لم يتم استخدامه أبداً. لكن هناك مرحاض أغلى سعراً خارج الأرض. يوجد مرحاض في محطة الفضاء الدولية تبلغ تكلفته 19 مليون دولار. تحتاج إلى ربط نفسك بالمقعد لاستخدامه. أجل، بسبب انعدام الجاذبية. هناك مضخة قوية مركبة داخل المرحاض. كما يمكن لهذا المرحاض إعادة تدوير النفايات إلى مياه شرب نقية. بصراحة، سيصعب علي الوثوق في هذه المياه. يبلغ سعر أغلى مندي لحمام في العالم 1.3 مليون دولار، وهو مصنوع من ذهب عيار 22 قيراط. ما الرابط الوثيق بين الذهب والمراحيض؟ 19 نوفمبر هو اليوم العالمي للمرحاض، وتناقش في هذا اليوم مشاكل النظافة والعدوى في الدول الفقيرة التي لا توجد فيها مراحيض. في منتصف القرن 14 في الصين، كان يتم تزويد المحكمة الإمبراطورية بحوالي 700,000 مندي لحمام كل سنة. تحتوي بعض الحمامات العامة على إضاءة زرقاء لضمان عدم مكوث الناس فيها لوقت طويل، حيث تصعب القراءة في الإضاءة الزرقاء. يعود الفضل إلى جوزيف سي غايتي في اختراع مناديل الحمام الحديثة المتاحة في المحلات. أنتجها مقصوصة على شكل مناديل مسطحة ومعبأة في رزم، وكان فخوراً جداً باختراعه لدرجة أنه طبع اسمه على كل منديل. يزعم أن أول مراحيض عامة منفصلة للنساء والرجال ظهرت في القرن 18 في باريس. تضم المراحيض الذكية اليابانية نفس ميزات الكمبيوتر الحديث أو الهاتف الذكي تقريباً، وفيما يلي ميزاتها: موسيقى ممتعة، تدفئة وتهوية للمقاعد، خرطوم ماء يغسل ويجفف تلقائياً. حسناً، أنت تعرف ما أقصده، ولا توجد مناديل حمام. شطف تلقائي، مساعد صوتي، معطر جو مدمج وإضاءة خلفية. كما أن المراحيض العامة موجودة في كل مكان في اليابان حتى في الغابات. توجد حمامات عامة شفافة في بعض الدول. على سبيل المثال، تحظى هذه الحمامات برواج كبير في سويسرا. لكن لا داعي للقلق، فهي شفافة من الداخل فقط ولا يمكن رؤية أي شيء من الخارج. على مستوى العالم، عدد الناس الذين يمتلكون هواتف محمولة أكبر من عدد الناس الذين يمتلكون مراحيض في منازلهم. فكر بالأمر. عدد البكتيريا على الهواتف الذكية أكثر بمرات عديدة من عددها على مقاعد المراحيض، وينطبق الأمر نفسه على أي مكتب عمل. لا توجد مقاعد في المراحيض العامة في إيطاليا. لا يحبذ الناس أن تلمس أجسامهم هذه المقاعد، لذا يجلسون على أقدامهم وتنكسر المقاعد في النهاية. لكن لا أحد يريد شراء مقاعد جديدة، لأنه لا أحد يريد استخدامها. كما توجد هذه المراحيض في فرنسا واليونان. ومع ذلك، فإن هذه المراحيض أفضل من المراحيض في أستراليا، ففي هذا البلد يمكن لأي مرحاض تقريباً أن يصبح جحراً لثعبان. يجبر المناخ القاحل والجوع الثعابين على الزحف إلى المجاري للحصول على بعض البرودة والاصطياد الفئران.
توجد في أمستردام مبولات عامة عجيبة لا توجد في كبائن وهي مكشوفة في الشوارع. اقترب منها واقض حاجتك بلا خجل. توجد خرافة تقول إنك ملزم بموجب القانون بالسماح بدخول أي شخص غريب يريد استخدام الحمام في اسكتلندا. هذه الخرافة ليست صحيحة بالطبع، لكن التقليد موجود. توجد في فيتنام مراحيض مركبة على الماء. هناك نقص حقيقي في مناديل الحمام في بعض الدول. اطلع على قائمة هذه البلدان إن كنت ستقوم بزيارة إحداها واحزم كمية قبل السفر لها. إليك حيلة صغيرة متعلقة بالحمامات العامة. اختر الكشك الأقرب إلى المخرج في الحمامات العامة. يتم استخدام هذه الأكشاك بشكل أقل، مما يعني أنها أنظف. هناك مراحيض عامة للكلاب موجودة في شوارع مدينة إسبانية صغيرة. حوالي 70 إلى 75% من سكان العالم لا يستخدمون مناديل الحمام. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونها، يستخدم الشخص العادي 100 لفة من مناديل الحمام في السنة، وهذا أكثر من 20,000 ورقة. لا تقم أبداً برمي مناديل الحمام في المرحاض في المكسيك، فالأنابيب هناك رقيقة جداً وضعيفة، ويمكن للمناديل المبللة كسرها، لكن لا يذكر النص هنا ما يفعلونه بالمناديل بعد استخدامها. توجد آلة تحول ورق المكتب إلى مناديل للحمام. تستخدم 27,000 شجرة لصنع مناديل الحمام كل يوم. تحظى فساتين الزفاف المصنوعة من مناديل الحمام بشعبية متزايدة، بل إن هناك منافسة بين المصممين لصنع أفضل فستان منها. الجزئية المثيرة للاهتمام هي أن هذه الفساتين جميلة مثل الفساتين المصنوعة من القماش. توجد حمامات في محلات السوبر ماركت في فنلندا، وتقع بجوار مكتب المحاسب. يمكنك شراء مناديل حمام خضراء، وردية، صفراء، بنفسجية وسوداء حتى، لكن أروع نوع هو الذي يضيء في الظلام. يمكن استخدام الرمان والقرنفل لبعث رائحة زكية في الحمام بدل معطر الجو. ظهر أقدم مرحاض قبل حوالي 240 مليون سنة، لم أكن موجودة في ذلك الوقت، لكن لم يستخدمه البشر بل الديناصورات. أصبح فيلم سايكو لألفريد هيتشوك أول فيلم يعرض مشهداً لشفط مرحاض. اشتكى الكثيرون من بذاءة هذا المشهد، ويبدو أنهم نسوا السيدة المسكينة في الدش بجوار المرحاض. صنعت فرش المراحيض الأولى من شعر السناجب والثيران والخيول، وصممت الفرش الحديثة على نفس مبدأ أشجار عيد الميلاد الاصطناعية. يوجد مطعم في تايوان بتصميم حمام. تحتوي الطاولة على مغاسل تحت الزجاج والكراسي على شكل مراحيض، لكن الطعام هناك لذيذ إن تجرأت على تناوله. توجد كتب مؤلفة لتقرأ أثناء الجلوس في المرحاض. لدي مجموعة كاملة من هذه الكتب. 15 إلى 30% من الناس لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام، ولدينا قائمة بأسمائهم. هذا غير صحيح، لكن يجب أن تغسل يديك بعد استخدام الحمام. من المفيد أكثر للجسم الجلوس في وضعية القرفصاء على المرحاض. معظم المراحيض مصنوعة من البورسلين، وهذه المادة محمية من البكتيريا بشكل أفضل بكثير من مقاعد المراحيض البلاستيكية. هناك نظرية تقول إن ثلث الأمريكيين يسحبون السيفون أثناء الجلوس على المرحاض. ينصح الأطباء بعدم الجلوس على المرحاض لفترة طويلة والنظر إلى الهاتف، لأن ذلك ضار بالصحة. 3 إلى 7 دقائق هي أفضل مدة. يوصى باستبدال المرحاض كل 50 سنة. إن استخدمت مرحاضاً في سنغافورة ولم تسحب سيفونه، فسوف تغرم 150 دولاراً.
يكمن الفرق بين المرحاض العادي والجاف في أن الفضلات يتم شفطها إلى الأنابيب في المرحاض التقليدي، ثم تدخل المجاري عبر الأنابيب وتنتهي في الأنهار والبحار والمحيطات. لكن المرحاض الجاف لا يشفط الفضلات بالماء، يوجد بداخله قسم خاص يحتوي على مواد كيميائية حيوية طبيعية، وتتحلل حوالي 70% من الفضلات باستخدام هذه المواد، ويمكن سكب 20% المتبقية في حفرة واستخدامها كسماد. اخترع أول مرحاض متنقل في الأربعينات للجنود، لكن أتت هذه المراحيض في أكشاك ثقيلة وغير مريحة، ولم تصنع مراحيض خفيفة الوزن من ألياف زجاجية إلا في السبعينات. ترفض بعض الشعوب الأوروبية استخدام مناديل الحمام لأنها تعتبر قذرة وغير صحية، ويستخدمون بدلاً منها البيدي، وهو حوض صغير مع صنبور للغسل بعد قضاء الحاجة. في روما القديمة استخدمت إسفنجة مغموسة في ماء مالح بدل مناديل الحمام، وفي أوروبا استخدم القش أو قطع قماشية وصوفية، واستخدم السكان الأصليون في هاواي والفلبين قشر جوز الهند. حظيت الحمامات العامة في روما القديمة برواج كبير، لم تكن مجرد أماكن لقضاء الحاجة، بل قدم الناس لها للتحدث وتبادل الأخبار ومناقشة المواضيع المهمة، والمواطنون الأثرياء فقط هم من كانوا يزورون هذا المكان الفخم. وهذا كل شيء حول المراحيض لليوم. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.